اظلم الصبح نق 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 فوق راسي دوات ما يعكر له امه لمزاجي نهار العطيل. والله راح اشتاق لك كثير. معلش حقك علي. والله عشت معك احلى ايام حياتي. نعم بابا ايش فيش منزلني من الصبح؟ اوف ايش في؟ راح اشتاق لك. لا تزعلي لا تزعلي. اوف شو بك بابا؟ لا تبكي. السيارة السيارة يا عبادة السيارة. شو بس سيارة؟ عملت فيها حادث يعني انت؟ في ذاك المهم انت بخير؟ ما فيها شي سيارة؟ شو بك؟ يا ريت حادث يا ريت حادث يصير. ولا اللي بده يصير الله فيه. اللي بده يصير اللي بده يصير. ليش يعني متدين من حدا مصاري وما معك تجار بدك تعطيه السيارة ولا سيحب قرض من البيت؟ ايش يفهمني؟ ابشع ابشع ابشع. لحظة شوي فهمت. لقطر الفولي بدك تبيع تشتري احدث منه صح؟ إيه لازم تفرح يا زلمة شباب. عبالك ابشع يا حيوان. امك بدها تطالع رخصة سواقة من اليوم. بدها تبلش تتعلم سواقة على السيارة. بيتي لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. لك ليش ما خبرتوني؟ انا اخر واحد بدرا. كنا اجلنا الموضوع 20 30 سنة لورا يعني. يا ربي دخيلك على اللي بده يصير بالسيارة. يا ربي دخيلك. راح اشتاق لك يا عمي. راح اشتاق لك. راح اقول لرفقاتي اني بعناها للسيارة لاني بعد هلا شير راح يصير راح تضطر بها شو ما حلوين طالعة يعني. وداها وداها. انا صرت جاهزة وانه مدربية الله. انا لله وانا اليه راجعون. يلا ابو عبادة متحمسة كثير لانه انا انا ما خلص استحمل. علمها انت علمها انت قلبي ما اتحمل شوف المنظر. علمها انت. ايه مشان اذا صار ما صار الطاقة براسي. امي الله يمضي هالنهار على خير. منورة امي. تفضلي. اسمعي امي ركزي ما بدنا ولا غلطة. خلينا نبلش صح وننتهي صح. ليكو ابو شوفي واقف هنيك عم بنتظرنا على غلطة. اذا منخربت انا وانتي بفترسنا. فركزي من البداية. الله يستر الله يستر. سترك يا رب سترك يا رب. لا تخاف انت مالك علاقة منوب. انت علمني بس ومالك علاقة. ايه واسمع من اول واهونو مو تبقى تتمسخ علي وعلى حطي اللي ما بعرف ايش المفتاح من اوري مارشك بدبرياج وتتمسخ علي. انا شفت الفيديوهات كلها وقت كنت عم تعلمها خدوج. انا بس تتمسخر علي. يلا انا بعرف انه الله اكبر طلعت امي ذكيه ومالي خبر. انا قلت رح تعلي لي قلبي لو ما تعرفي تنقي مارش وتدوسي دبرياج وتركبي غيار وتمشي. حلال عليكي. يلا زبطي امورك على 24 ركبي غيارك ركبي امورك كلها وطلعي امشي على مهلك وانا بعلمك. يلا طلعي. اطلع يعني اطلع. ايه شبك امي ايش في؟ طلعي يعني لازم اطلع ضروري ضروري لازم اطلع يعني. شبك امي شو ضروري يعني كورس السواقة بصير نحن واقفين مثلا بيمشي الحال ما بيمشي الحال اكيد اكيد لازم تطلع يعني. فطلعي لحتى نبلش. ايه علينا منين طلعي بهالقصة هالله. وهي طلعت استاذ مش الحال. شبك امي ايش في ممكن افهم؟ يا ابن الصرامي مو انت قلت لي طلعي هي طلعت فيكني. يا رب دخيلك. انا قلنا خلصنا من هاي المرحلة طاي لازم ينعل قلبنا اكتر واكتر للساعة. طاي امي طاي كرمال الله طاي طاي. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابن الصرامي لا تجنني مو انت قلت لي طاي ليك بتقعد اسمعي يخرب بيتك من حارك. ابوك واقف هنيك واقف لنا على الغلطة. علمني بسرعة وخلصني بقى بياخذ مننا السيارة والله يلا. ولك هدول ليش تأخروا كل هاد؟ ليش عم علمها ايش عم لك كل هاد؟ قلبي ما هو يتحمل. اسمعي امي اسمعي وركزي. انت هلا عم تعلمي على سيارة عادي مو اوتوماتيك يعني بدها شوية تركيز. اول حركة بنعملها مندوس دبرياج وفرين الاخير منركب غيار مننزل فرين ايد وننقل مارش ومنمشي على مهلاتنا. يلا منين ننقل مارش؟ من هون؟ مساحات عم بعلمها من هلا المساحات. يا غبي من هلا عم تعلمها على المساحات. امي نقري مارش نقري مارش حتى اشتغل السيارة هيك يعني. طلعي اشتغلت السيارة تفضلي. كو بسيطة بسيطة ما فيها شيء طلع جدا. يلا نفزي نفزي قلنا لك. يلا يلا دوس دبرياج لحالك اعطيها شوية بنزين وركبي غيار وطلع. يلا يلا بطلع عليك بسرعة. لك والله طلعت السواقة كثير سهلة. معلش معلش اصور ستوري اجي كرفي لام تحسين ثواني بس. ولك امي هلا وقت ام تحسين خلصينا يا ربي. وخلص خلص بطلنا ها ها. هيدا بسنا فرين ودبرياج ركبنا غيار مثل ما قلت لي انت. ايوه هيك. ايش الصوت هذا؟ لك وين عم تدوس هي؟ شيل اجرك ولك شيل مخسورتك ان شاء الله بتتكسر. مخسورتك ايش عم تدوسي؟
ولقش عم تدوس شيء يجرك عنا شيء يجرك ولقش في الصار الصار شيء يجرك عنا بنزين حياتي الموت وحاشك يا بنزين شيء يجرك وي راحت سيارة ولقش ايش عم تعمل راحت سيارة راحت السيارة انت قلت لي دوسي بنزين هلا صار يحترق الموتور انا حق يعني قولك امي على خفيف على خفيف لحسيلي على خفيف يعني اعطيها بروس اصابيعك شوف اصابيعك بروس اصابيعك اصابيع ايدي يعني ادوس فيهم تحت خلصنا بقى ابوك عم طلع علينا خلصنا وبدك قول لي منين ادوس خلصني بقى دوسي على خفيف بجريك بروح اصابيع اجريك يطلع يلا ها قول يا رب ولك هدي يا امي ولك هدي يا رب دخيلك هدي قولي يا اصابيع ولك وقفوا ولك وقفوا 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 لك والله طلعت السواقه حلوه كثير اليوم على الله ولك هدي يا امي هدي قولك حدا يوقف لها المجدونة قولك حدا يوقفها كرمال الله هدي لك قولك بعد من هون انت يا ولك قولك بعد من هون هدي يا ربي دخيلك هدي قولي راحت سيارة قولي شو عم تعمل راحت سيارة راحت سيارة عبادة هي منين تقف منين تقف منين تقف دوست برياج وفرين دوست برياج وفرين بس انزلي انزلي من السيارة الله انزلي قولي ابوك بده يطلعني حد الله انت سليمة انا عايش لا ما راح اخليك بتسخر علي راح افرجوك انا بعرف بسوق طيب انت لك وين رايح الله يوفقك الله لا يوفقك خلاص اتعلم السواقة من امك لا ايش بدي اتعلم راح نموت راح نموت ولك سد بوزك الملافي السعد ولك طبيعي في دمك رجال 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 قولك بعد يا ابن الصرامي اضربك يخرب بيتك من حالك بعد قولك بعد لك منك 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 انا حمار وغبي شلون بالي بدي اعلمك اسواق بسيارتي ضحكت علي يخرب بيتها من حالها صوت اسعاف صوت اسعاف هي اكيد عملت حادث وخبطت السياره المراه والولد ولقينا بالسياره